10 لاعبين فقط في انتظار اجراء التغيير الاول، دخول سعيد الزيدي من الجهه اليمنى لخط الدفاع. الكره ممتازه ممتازه، عميمي عميمي عميمي، اوه هدف واي هدف، هدف واي هدف. الكوكب يستغل النقص العددي لحسنيه اكادير الذي لم يسرع في اجراء التغيير ويسجل هدفا جميلا، هدفا من قدم عبد الاله عميمي الذي يسجل الهدف الذي سيغير الكثير من الامور في هذه المباراه. وفرحه واي فرحه لمناصري الكوكب الرياضي المراكشي في قمه السعاده والنشوه والرضا، كل الرضا على الهدف المسجل من قدم عبد الاله عميمي رقم 91. سنتابع الاعاده للكره الاخيره، سنتابع الاعاده للمسه التي منحت هدفا يساوي ذهبا للكوكب المراكشي. هنا كان خطا، كان خطا لمدافعي حسنيه اكادير، ما كانش على صواب في التعامل مع الكره الاخيره، سوء تقدير لهذه الكره. لما تكون كره في المحور الدفاعي ما عندكش فرصه للمغامره، عكس ما قام به لاعب رضوان مرابط وريغلي. نقص التجربه يكلف الفريق هدف قبل توالي من نهايه الجوله الاولى. الكوكب سينهي الجوله الاولى على ايقاعات انتصار وتقدم في النتيجه، قد يحدث العكس، لكن تدخل دفاع الكوكب لابعاد الخطوره عن مرماهم.